هاي everyone، اهلا وسهلا بيكم في دعاز انجلش كورنر. يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده معانا قاعده جديده وهي قاعده البريزنت بيرفكت. تعالوا نتعرف على بعض، هي ايه الاساسيات بتاعتها وامتى بنستخدم القاعده دي. So let's get started. أول سؤال دايما بنسأله في استخدام أي قاعدة هو when to use it، أنا بستخدمها إمتى وإيه الاحتياج إن أنا أستخدمها. أول حالة بنستخدم فيها the present perfect هي an action happened in the past has a result now، يعني حاجة حصلت في الماضي وليها تأثير في اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي. فمثلا أنا أقول جملة زي I have lost my wallet، I have lost my wallet، أو أقول I have found my wallet، I have found my wallet. في الحالتين الفعل حصل في الماضي وليه تأثير في اليوم أو الوقت الحالي دلوقتي. لو أنا ضيعت محفظتي فأنا لسه مضيعها، ولو قلت أن أنا لقيت المحفظة فده معناها أن المحفظة معايا دلوقتي. الحالة الثانية اللي بنستخدم فيها الـ present perfect هي an action has happened recently، يعني حاجة أو حدث حصل دلوقتي حالا. زي مثلا نقول your mother has called، your mother has called، يعني هي لسه متصلة من شوية. نقدر دلوقتي ننتقل على نقطة جديدة وهي ازاي نقدر نكون ال present perfect. ال present perfect التكوين بتاعه سهل جدا، هي ال I وال we وال you وال they كلهم بياخدوا ال have، والهي والشي والات بتاخد الهاز. طبعا الفعل دايما بيكون عندنا في الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث. يعني ايه التصريف الثالث؟ يعني انا لو عندي كلمه جو فالتصريف الثاني منها went، فالتصريف الثالث منها gone. ففي الحاله دي انا هاخد التصريف الثالث للفعل. اي زمن بنستخدمه لازم يكون معاه بعض الكلمات اللي بتدل على الزمن اللي بيتم استخدامه. والكلمات اللي بتيجي مع البريزنت بيرفكت هي اول حاجه كلمه just. just بتدل على short time ago، يعني حاجة حصلت لسه من فترة قصيرة جدا زي دقايق أو ساعات بس. فنقدر نقول your mother has just called، your mother has just called. تاني كلمة معانا هي كلمة already، sooner than expected، يعني حاجة حصلت قبل الوقت المتوقع ان هي تحصل. فنقدر نستخدم already في جملة زي the girl has already left the restaurant، the girl has already left the restaurant. تالت كلمة معانا هي كلمة yet، yet يعني معناها إلى الآن، لحد دلوقتي ما حصلش، لحد دلوقتي ما عملناش الحاجة دي. فنقدر نستخدمها في جملة زي I have not visited my friend yet، I have not visited my friend yet. نفي الجمل في زمن الـ present perfect بيحصل بكلمتين، كلمة not وكلمة never. أول حاجة خلينا نشوف الجملة دي My sister has left the country، My sister has left the country. نقدر ننفيها بطريقتين، الطريقة الأولى باستخدام not وهي my sister has not left the country، وتاني طريقة بnever وهي my sister has never left the country. بكده نكون اتعرفنا على طريقة النفي في present perfect. خلينا نشوف ازاي نقدر نكون سؤال في present perfect. ازاي نقدر نكون سؤال؟ تكوين السؤال في present perfect سهل جدا. خلينا نشوف جملة زي the party has started، the party has started. احنا هنعمل تبديل بسيط بين كلمتين، هي كلمة has و the party، هنبدل ما بينهم في الموضع وبعد كده على طول هنكون السؤال، فهيبقى has the party started، has the party started. تعالوا نشوف سؤال تاني، جملة زي مثلا I have eaten dinner، I have eaten dinner. نفس الكلمتين اللي هنبدل ما بينهم هي الضمير و have، بس هنراعي لو احنا بنوجه السؤال ده لحد، بعد ما نبدل هنحول ضمير I ل you لو انا بوجه السؤال لحد تاني. ففي الحالة دي هيكون السؤال have you eaten dinner، have you eaten dinner. في سؤال ممكن يجي في بال اي حد دلوقتي وهو سؤال مهم جدا، لو انا قلت جملة I have lost my wallet هي نفس المعنى اللي بتأديه I lost my wallet. في الحقيقة ان زمن الجملة الاولى هو الـ present perfect والزمن الثاني هو الـ past simple، والاثنين فعلا بيأدوا نفس المعنى، بس في فروق بسيطة محتاجة اوضحها لكم في الفيديو ده. اول حاجة ان الـ present perfect والـ past simple بيأدوا نفس المعنى في حالات كتيرة جدا، ولكن الـ present perfect بيتم استخدامه اكتر من قبل البريطانيين،
يعني البريتش انجلش دايما هتلاقوا فيها البريزنت بيرفكت مستخدم اكتر من الامريكانز. بس هل ده معناه ان الامريكانز مش بيستخدموا البريزنت بيرفكت؟ في الحقيقه لا، هم بيستخدموه ولكن بكميه اقل بكتير من البريطانيين، يعني مش بيعتمدوه في حياتهم اليوميه قوي، ولكن الباست سيمبل هو اللي بيستخدموه الامريكانز اكتر من البريزنت بيرفكت. البريطانيين بيستخدموا الـ present perfect في الـ formal والـ informal situations، يعني سواء الموقف متطلب إن يكون فيه رسميات أو مفيش رسميات. والأمريكانز بيستخدموا الـ present perfect بس لما يلاقوا الموقف متطلب وجود رسميات. خلينا نوضح ده بأمثلة. أول حاجة عندي الأمريكانز ممكن يقولوا كلمة Did you do your homework? Did you do your homework? عملت الواجب بتاعك ولا لأ؟ وده موقف مش متطلب رسميات. في حين البريطانيين هيقولوا Have you done your homework? Have you done your homework? في حالة تالتة بقى متطلبة رسميات، هتلاقي البريتش والأمريكانز بيستخدموا نفس الزمن اللي هو present perfect، وهيقولوا Have you sent the email yet? Have you sent the email yet? بعد ما عرفنا استخدام present perfect عند الأمريكانز والبريتش والفرق ما بينهم، خلينا ننوه على حاجة مهمة قوي. عادي جدا طالما الأمريكانز بيستخدموا past simple في وقت الـ present perfect، فده معناه ان هم يقدروا يستخدموا نفس الكلمات اللي بتيجي في الـ present perfect مع الـ past simple. فنقدر نقول I just did my homework. I didn't have my dinner yet. أو he already left. فنقدر نستخدم نفس الكلمات اللي بتيجي في الـ present perfect بتيجي برضو مع الـ past simple عند الـ Americans. حاجة تانية مهمة قوي لازم أأكد لكم عليها، هي جملة زي مثلا I have done my homework yesterday تعتبر جملة خاطئة، أو جملة تانية زي مثلا My brother has visited me last week. في الحالتين دول احنا بنستخدم الـ present perfect وبنحط معاهم كلمات في الـ past simple، يعني العكس ما ينفعش يحصل. لو انا بتكلم في present perfect فهو ليه حالات مخصصة بيه، فما ينفعش استخدم كلمة yesterday أو last week، فده يعتبر كل الاستخدام بتاعه غلط. لازم اتعمد ان انا اجيب الكلمات الخاصة بالـ present perfect. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. Thank you very much for watching. يا رب تكونوا اتعلمتوا ولو حاجة بسيطة جدا. Thank you very much. Bye bye.